المحكمة الإدارية العليا في مصر بوقف تنفيذ حكم سابق أصدرته محكمة القضاء الإداري بعدم جواز محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية. واستندت المحكمة في قرارها إلى أحكام سابقة تقر بدستورية محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، الأمر الذي اعتبرته منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني انتكاسة أخرى لحقوق الإنسان في مصر. المزيد من التفاصيل في تقرير مراسلنا من القاهرة. كان مجلس الدولة المصري المختص بالفصل في نزاعات الأفراد ضد الحكومة محاصرا بقوات أمن كثيفة قبيل بدء نظر الطعن الذي تقدمت به الحكومة ممثلة بهيئة قضايا الدولة ضد حكم سابق من محكمة القضاء الإداري بوقف قرار الرئيس مبارك إحالة مدنيين إلى محاكمة عسكرية. المحاكمة انعقدت وسط أجواء مضطربة نتجت عن طلب الدفاع رد هيئة المحكمة كون أن أعضاءها منتدبون كمستشارين قانونيين لدى السلطة التنفيذية، وهو ما يشكك بنزاهتها في وقت دفع فيه محامي الحكومة بدستورية محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، ومن ثم يكون الحكم الذي ألغى قرار الرئيس مبارك بهذا الشأن باطلا. إذا قضت المحكمة الدستورية العليا بدستورية نص، فلا يجوز لأي محكمة درجة أدنى أن تأتي وتعدل على هذا القضاء وتلقيه جانبا وتقضي بما يخالف ذلك. وفيما انصب تركيز دفاع المتهمين من قيادات الإخوان المسلمين الذين يحكمون أمام القضاء العسكري بمحاولة رد المحكمة، جاء الحكم مخيبا لأمالهم برفض رد المحكمة ووقف تنفيذ الحكم السابق المطعون فيه. ويا خصومتين أقامتهما بعد إيداع تقرير الطعن المازل، واستظهرت منهما المحكمة أنهما ما قصدتا منه سوى رد المحكمة عن نظر الطعن. وبينما شعر البعض بالحسرة، اعتبرت هيئة الدفاع الحكم مخالفا للقانون لأن المحكمة جعلت من نفسها الخصم والحكمة في ذات الوقت. هذه مخالفة مهنية جسيمة توجب وتقيم الحق للمدعين في مخاصمة هذه الهيئة وطلب التعويض من هذه الهيئة عن هذا الخطأ الجسيم. احنا مضطهدين، نحن نعاني من عدم المواطنة، نحن نعاني من عدم المساواة، نحن نعاني من عدم تكافؤ الفرص. أنا بقول إن إحنا لم نعامل مثلنا مثل غيرنا. وبصرف النظر عن الحكم ومدى دستوريته، فإن جميع القوى السياسية المعارضة والمجتمع المدني تظل رافضة للمحاكمات العسكرية باعتبارها غير مستقلة. في إصرار من الدولة على بقاء هذا النظام القضائي الموازي الذي ينتزع اختصاص القضاء الطبيعي ويحيل إليه مدنيين ليسوا من اختصاص القضاء العسكري. رغم أن هذا الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا يبدد آمال الراغبين في إلغاء محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، إلا أنه لا يعني بالنسبة للقوى السياسية وقوى المجتمع المدني نهاية المعركة، بل إنهم مصممون على الخوض في قضايا أخرى حتى ينالوا حقوقهم. طارق الشامي، الحرة، القاهرة. وإلى الجزائر، حيث أعلنت السلطات الجزائرية أن دورية